فضيلة الشيخ، البستان المليء بأنواع الأشجار، التفاح والبرتقال والفندي، يقول هل على هذه الثمار والفواكه زكاة؟ ليس عليها زكاة. الخضروات والفواكه ليس عليها زكاة في ذاتها، ليست مثل الزروع والثمار، لكن لو باعها وحصل على ثمن منها وحال عليه الحول فإنه يزكيه، أو كان يبيع ويشتري بالفواكه فهذه عروض تجارة، زكي قيمتها. نعم.